رجع معانا تاني عابر حاضر، على اوكي. التليفون، فناخد عابر ونرجع نسمع معاك. أهلا بيك يا أخ عابر على قناة الحرية. رندم، سامعيني كده كويس؟ سامعين خالص يا اخ كويس، عابر، اتفضل. اتفضل. يا جماعه انا عايز اقبل رجل كل حد قاعد يتفرج على الحلقه دلوقتي بجد، وعايز اقول للناس كلها صدقوني ما فيش احلى من الرب. يا ارجوكم عايزين نتمسك بالرب الايام ديت عشان ربنا عايز يعمل حاجات حلوه كتيره. صدقوا أمين. ربنا يا جماعه، انا ربنا يعلم وحده، انا كنت في الفجر وفي الشر وفي الخطيه، كنت واصل لدرجه يعني صعبه جدا جدا. انا رحت اتعالج من الادمان يا جماعه، قعدت في مستشفى اللي هي بتاعت المطار، الطب النفسي فترات كبيره جدا، ما وكنت بهرب من المستشفى وبتاجر وكل شيء، صدقوني شر عملته كتير، لكن اشكر الهي اله المعجزات اللي كنتوا نعم بتتكلموا عليه دلوقتي، اللي هو قدر يحول كل الامور دي اللي حصلت في حياتي من زنا حتى وصلت لزنا محارم، قدر يحولها لبركه، قدر يخليني انا الخاطي الوحش جدا انا ابن لي. يا جماعه أمين. انا تاجر مخدرات معروف، نشكر. ولكن هي دي مشيئة ربنا. قول لنا ازاي ربنا غيرك يا محمد، ازاي؟ ربنا غيرني أنا بعد ما أصبت الشلل في إيدي اليمين ورجلي اليمين. قعدت في اليوم خمسة قعدت في البيت 55 يوم، كانوا صعبين جدا، بس كنت بروح لدكاترة كبار من ضمنهم دكتور اسمه خالد ديول، يمكن تعرفوه، نعم دكتور قلب. ما خليتش دكاترة ما رحتلهاش، وبعدين قعدت أعاتب ربنا بعد ال 55 يوم، اقول له ليه يا رب كده، ليه 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 انا رايح جهنم وحياتي كلها فجر، وفي عذاب انت محضره لي في القبر وفي النار هترميني، ليه بتعمل فيا كده وانا عدلك، ليه ليه بتتفرج علينا من فوق، ليه انا مش قادر على الشيطان، اذا كان الشيطان اتحداك انت انا هقدر عليه، ليه ما بتعملش حاجه. كنت قاعد في اليوم ده صدقوني على السطح في بيتنا، وكان معايا فرد وضرب طلقه واحده، وجهت ناحيه السماء وقلت له لو الطلقه دي تحصل لك انا كنت ضربتك، انا كده كده داخل جهنم هتعمل لي ايه؟ لكن من الدموع والعياط بكيت، وحسيت ان انا قليت ادبي على ربنا. نمت، كان الساعه 2 ولا 5 بالليل قبل الفجر، نمت صحيت حوالي 3 الا ثلث، بس الوقت ده غير حياتي كلها صدقوني. شفت الرب فيها، جالي في رؤيه جميله جدا جدا يا جماعه، واو، الرب عظيم جدا صدقوني، لو نعم، شفتوه في الرؤيه اللي انا شفتها وشفتوه في المجد والعظمه نشكر الله، هتعرفوا ان انتوا بتتبعوا اله عظيم جدا 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 نعم، جدا. نشكر الله. انا شفته في كنت الرؤيا قاعد في بيعمل الصحراء، ايه يا محمد؟ في الرؤيه انا يا كنت قاعد يسوع، في الصحراء، وكان معايا مجموعه حوالي 25 واحد، كانت المجموعة كلها اللي بيقطع شعر واللي بينزل حاجات من بقه كده غريبة واللي عمال يعض في نفسه ويقطع في جسمه. وبعدين كنا قاعدين في صحراء وجالنا صوت من السماء قال لنا افرحوا وتهللوا لأن رب المجد ينزل يشفيكم. واحنا قاعدين قعدنا نبص لبعض وحصل سكون تام، الدنيا كلها حتى الهواء وقف والعصافير وقفت في مكانها، كل سكون غير عادي. وفجأة لقينا سحابة جاية علينا من بعيد، والسحابة ديت ابتدت تقرب مننا، فاتفتحت نصين كده وظهر منها رب المجد يسوع المسيح. هللويا، لكل المجد أشكرك يا يا رب. رب، أشكرك. حاجة فوق الخيال، فوق الخيال. هوصف أقول إيه؟ جمال، لابس تاج فوق دماغه، أبرع جمال. التاج ده طالع منه صليب، والصليب منور أكتر من الشمس. ما اتكلمش، ما قالش اي شيء. انا بصيت حواليا لقيت المجموعه كلها اللي حواليا رجعوا شباب كده حوالي 20 سنه كلهم، وبيلعبوا حديد، اجسامهم اتملت وقعدوا يتفوا قدوس قدوس قدوس. هاللويا، فجاه لقيت هاللويا، صوت عظيم جدا 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 مرعب من السماء بيرد علينا بيقول قدوس قدوس قدوس. رفعت راسي للسماء لقيت السماء كلها كلها حاجات زي الفراشات، هي دي اللي بتهتف بتقول قدوس قدوس قدوس. المجموعة كلها كانت بتقفش إلا أنا، كنت قاعد على الأرض زي ما أنا، ونظر لي الرب يسوع وقال لي شخط فيا كده يعني، وبعدين ابتسم وقال لي قم طيب أنا الرب شافيك. عاوز اسالك يا محمد، معلش سؤال، عرفت ازاي ان ده الرب يسوع؟ نعم، عرفت ازاي ان هو الرب يسوع؟ أنا كل اللي يشوفه لازم يعترف إن هو الرب. أنا أول ما شفته حسيت إن أنا قدام الرب على طول، قدام الإله خالق السماء والأرض، قوة غير عادية تجبرك إن هو الرب مفيش غيره. نعم،
هو ده غصب حقيقي عنك، مهما كنت لازم صحيح تعترف في الوقت ده ان هو يا ما فيش غيره، هو الرب واخد ده. صنع. قوم بقى. وشفيك من الشلل يا محمد. انا قمت اهتف مع الناس اول ما قال لي قوم انا الرب شفيك، الله، و قمت تقول قدوس يعني. حاولت اترمي عليه المسه ما قدرتش، يعني حسيت مش ان في واحد هلوسة بصرية، انت قمت شفيت من الشلل، في حاجة عضوية حصلت في جسدك. ايوه مظبوط نعم دي حقيقه. طيب احنا بس ده ده انا اختبار بعتبره رائع تفوقا جدا. في الرؤيه. نعم انا قمت حاولت ان اترمي عليه بعد ما قال لي كده الجزء ديت، لقيت زي ما يكون له ازاز واقف قدامنا كده، يا ما قدرتش اوصل له. وبعدين كمل ماشي هو ورفع عينيه للسماء وقال انا هو الطريق والحق والحياه، هللويا من امين. يؤمن بي ولو مات فسيحيا. ولو مات فسيحيا. قريب جدا وختفى. هتشوف المشهد ده في السماء لما كلنا امين نتجمع، واتمنى ان كل مشاهد بيسمعني يكون لي نصيب مع هذا الاله. ممكن يكون اسمك بولس ومرقص لكن مالكش نصيب، انت مسيحي بالاسم لكن مالكش نصيب مع هذا الاله. اتمنى ان يكون لك نصيب مع اخونا العابر، مع محمد، لما نقف قدام العرش ونقول له قدوس قدوس قدوس، مستحق انت، انت وحدك ان تاخذ المجد كرامة والكرامه والعزه سكوت. والسجود، لانك ذبحت واشتريتنا. حقيقي يعني مش عارف اقول لك قلبي فرحان ازاي بالكلمات اللي بتقولها اخويا الحبيب الاخ عابر. ممكن اطلب منك طلب يا اخ عابر؟ ممكن تصلي لنا على الهوا؟ ممكن أمين تصلي من اجل أمين الناس حبيبي. اللي محتاجة ان ربنا يفتح عينيها؟ ممكن تصلي من اجل المرضى؟ ممكن تصلي من اجل كل نفس مريضة؟ ممكن تصلي من اجل كل مصر نفس مقيدة؟ انت كنت مدمن، تصلي من اجل المدمنين، تقدر تصلي لنا دلوقتي؟ كلمات حتى بسيطة جدا. امين. لا انا اشكر ربنا اتفضل ان صلي خليني لنا، نصلي اتفضل من فضلك. وانتوا صلوا من اجلي. الكتاب امين. بيقول ان صلوا اجلكم من اجل بعض، انا واثق، انا اصلي. انا واثق ان الاف الاشخاص هيصلوا من اجلك بصورة يومية، وانا واحد منهم. امين امين اعدك امين اني اصلي من اجلك بصورة يومية. انا فرحت كمان عرفت ان ولادك صاروا ملك لربنا، مش يعني امين. اه زوجتي كانت جت للرب، وابني معايا، حلو. ابني نشكر عنده ربنا. 10 شهور. نشكر ربنا الحمد امين. لله. اتفضل صلي لنا، اتفضل اتفضل صلي لنا. اتفضل يا اخي. امين يا رب. امين. الهنا الصالح الرب يسوع، يا رب انا بعترف وبقول ان انت الاله الحقيقي وحدك يا رب. كل اللي يشوفك لازم يعترف ان انت الاله الحقيقي وحدك يا رب. نعم يا رب. عظيم جدا 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 يا رب. يمكن يا رب اخواتي ما شافوش عظمتك ديت يا رب، بيسمعوا عنها كلمات من حد خادم من، لكن انا شفتك يا رب انت عظيم أشكرك يا جدا رب، جدا 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 يا رب. انت أشكرك. قدير جدا 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 يا رب. قدوس انت يا فعلا رب، الاله الحقيقي قدوس وحدك يا رب. قدوس. يا رب يسوع من فضل جلالك يا رب، انا يا رب انت شفت يا رب عملك فيا، عظمت العمل فيا قد ايه يا رب. انا كنت ميت وكنت تاجر مخدرات وكنت، لكن حررتني فكتني. انا بشكرك، انا بسجد ليك يا رب. اخواتي يا رب اللي بيسمعونا دلوقتي يا رب، والناس اللي بتشتكي، اخواتي المسيحيين يا رب اللي هم بالاسم بعيد عنك يا رب، من فضل جلالك يا رب النهارده، النهارده يا رب دلوقتي يا رب في اسم يسوع المسيح يا رب، كل اللي ليه طلبه قدامك يا رب تتمجد النهارده يا لاجل رب مجدك انت يا رب، يا لاجل رب عظمتك يا رب. مستنيينك يا رب، مستنيينك يا رب، من فضل جلالك يا رب. كل كلمه، كل كلمه ايها السيد الرب العظيم يا رب ملك الملوك يا رب. أشكر. ده الكره يا رب الارضيه دي كلها واقفه على الهوا بنفخه منك يا رب انت مثبتها، من فضل جلالك يا رب اشفيهم النهارده يا رب. كله يشفى، كله يتحرر في اسم يسوع. اللي بيشرب سجاير واللي بيشرب مخدرات يا في رب اسم الرب يسوع المسيح يا رب، تعالى النهارده زورهم يا رب كلهم، اشفيهم لاجل مجدك يا رب، لاجل اسمك يا رب، من فضل جلالك يا رب. ملناش غيرك صدقني، ده انت اله حلو يا رب، اله جميل جدا. نعم انا نعم بحسب نفسي يا رب عليك يا رب. ابونا السماوي، من فضل جلالك يا رب بارك الاخت الموجوده يا رب، بارك الخادم اللي بيتكلم يا رب. يا احنا رب بنحبهم يا رب، بنشوف بنشوفك فيهم يا رب، احفظهم في اسم يسوع يا رب. فضل آمين جلالك يا رب، انت عظيم، انت قدير يا رب، انت جاي قريب، نعم انت عادل يا رب. من فضلك يا رب الضعيف فينا قوي، من فضل جلالك يا رب ادي يا رب النهارده بحسب غناك يا رب، بحسب
ملكك بحسب قدرتك في اسم يسوع المسيح يا رب. تسمع وتستجيب، لان احنا ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك، احنا اولادك وانت ابونا من فضل جلالك. النهارده يا رب كله يشفى، كله يتحرر بقوتك. تقدر يا رب، تقدر على كل شيء. امين يا رب. امين آمين امين في اسم آمين يسوع. امين. آمين.